فيه حديث من أن الجماعات الإسلامية المسلحة تم إنشاؤها في مكاتب المخابرات، وهذا بشهادة العقيد محمد سمراوي، فيه تسجيل أجري معه حوار على قناة الجزيرة، ولما سألوا الصحفي قال له من أنه تأسست بعض الجماعات الإسلامية المسلحة في المكتب، وفي المكتب نتاعو. وهذا محمد سمراوي الآن راه موجود في الخارج، وراه هو من المؤسسين نتاع حركة رشاد، وأيضا فيه شهادة للنقيب أحمد شوشان يقول من أنه طلبوا منه على جلب شينوب جمال زيتوني. كون أنك أنت مؤسس نتاع الجماعة الإسلامية المسلحة، يا هل ترى هو أنه تأكد لنا هذه المعلومات ولا تنفيها؟ والله يعني الإنسان لما يسمع بعض الأسماء اللي كانوا ناكرة ويحبوا اليوم يديروا أسماء الرحم، أنا نقول هذا العقيد محمد سمراوي إذا كان هو يعترف باللي وكا في المخابرات وتأسست الجماعة الإسلامية في المكتب نتاعه، على ما يرفعش دعوة قضائية ضد النظام الجزائري مباشرة، وهو راه موجود اليوم في الخارج. هذا من جانب. أما باش يقول مثلا أحمد شوشان ينوب على جمال زيتوني، جا أحمد شوشان وقت خرج من السجن وجمال زيتوني وقت قتل في السجن، هذا من جانب آخر. الجانب الثالث يعني كيفاش اسمح لي كيفاش قلت لي باللي جمال زيتوني قتلوه في السجن؟ جمال زيتوني قتل، لا عفوا، قتل في الجبال، ولكن أحمد شوشان وقت دخل السجن وقت خرج من السجن وقت باش ينوب على جمال زيتوني. والامر يعني علاش السنه اللي قتل فيها زيتوني واش هي؟ سنه 95. ايوا وشوشان وقت خرج من السجن، حنا نسقسوا شوشان وقت خرج من السجن. ربما راه النقيب شوشان يسمع فينا، اذا يقدر يسمع فينا ينجم يدي صح لنا هذه المعلومات. ايوا نسقسوا واش من السنه خرج من السجن. نعم. ووقت جمال زيتوني ولا امير على الجماعه، وشحال قعد هو في اماره الجماعه، واش هي المرحلة اللي قالوا له فيها كون نائب نتاع جمال زيتوني؟ أما الأمر باللي الجماعات قامت في مراكز المخابرات، حنا نسألوا هذا العقيد هذا اللي يدعي باللي عقيد، نقولوا له الإخوة اللي كانوا في الجماعة الإسلامية المسلحة والرهم، هل قتلوا ولا مازالوا حيين؟ وشحال بقوا حيين منهم؟ ونشوفوا العائلات نتاع الإخوة هذو إلى تشردوا ولا ما تشردوش؟ ولا راهم عايشين في أمريكا وفي بريطانيا وفي ألمانيا؟ أنت قل لي بربك، إنسان اللي يعني يكون 13 ولا 14 ولا 20 سنة وفي الجبال، يا هل ترى هذا مخابرات العائلة نتاعو متشردة؟ وإن انزل وراه عند المخابرات درك، راه في ثكنة عسكرية موجود في ثكنة عسكرية، هذا الله أعلم ما هو أمره. مشي يعني فيه اسمح ناس. نعم يعني اتفضل. نعود نرجع لك للوراء في قضية مثلا في قضية جمال زيتوني. يعني القيادات نتاع الجبهة الإسلامية للإنقاذ اللي في الخارج كلهم بيعوه، نتحداهم واحد واحد فرد كلهم بيعوه. ممكن تعطينا أسماء حتى باش يعرفوهم الشعب؟ كلهم اللي موجودين في الخارج كلهم، أبدأ من رابح الكبير تروح لكلهم اللي موجودين في الخارج كلهم، ما كاش اللي ما بيعوش، بايعوه كلهم. اليوم صباح مخابرات، علاش رجع صباح مخابرات؟ لانه اقتل محمد السعيد وعبد الرزاق رجام هما اللي كانوا القيادات العليا نتاع كما يلقبون بالجزائر. هو علاش قتلهم؟ نعم علاش قتلهم هو يا اخي؟ هذا كلام يطول. نعم. هذا كلام يطول حسب المعلومات اللي استقيناها من عند بعض الاخوه كانوا حاضرين، كانوا في عين المكان لما قتلوا. عندنا معلومات رسمية موثقة مكتوبة، عندنا إخوة مستعدين باش يشاهدوا كيفاش قتلوا وعلاش قتلهم وين دفنوهم. نعم.